عقوبة التحرش الجنسي كانت لسنوات مطلب العديد من الجمعيات النسوية وحقوق الإنسان والمرأة في لبنان. هتفنا، رفعنا شعاراتهن، شاركنا بمسيرات عدة للإضاءة على حقوقهن الطبيعية. وبعد سنوات من نضالهن، كما يقولن، أقر البرلمان اللبناني عقوبة التحرش الجنسي. الموضوع كتير مهم ومفصلة بحماية المرأة، على أمل استكمال بقية القوانين يلي بتشكل حماية في سبيل تمكين المرأة، تمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. وهذا بده طبعا prerequisites، بده أمور بتحضر وبتأسس، وهذا واحد منهم. هو انتصار للمجتمع والمرأة في آن، كما تقول جمعيات نسوية، لكن حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه. أهم الثغرات اللي بتعتري قانون تجريم التحرش الجنسي هي أولا مقاربته الأخلاقية لموضوع التحرش، بدل ما يكون متمحور حول حماية الضحية، البنود تبع القانون بتحمي أكثر الأخلاق العامة من ما بتحمي الضحية. ثانيا، الوسيلة الوحيدة للضحية لتقدر تفضح وتحارب التحرش هي الذهاب إلى القضاء الجزائي، مع كل شيء هيدا بيطلع منه من تحقيق وعلنية وكذا، فهذا الشيء ما بيشكل حافز للضحية بموضوع حساس مثل هيدا. هنا على جدران بيروت وثقت فتيات وأمهات وعاملات آلامهن قبل أن تتحول إلى حبر على ورق القانون. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، هذا ما يقوله من ناضلوا طويلا لتجريم التحرش، لكنهم في المقابل يرون أنها خطوة أولى في مشوار الألف ميل في طريق سن قوانين لكثير من قضايا حقوق الإنسان. علي رباح، العربي.